انكارا لظاهرة السلاح المتفلت، نفذ طلاب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الوطنيين الأحرار وقفة رمزية أمام وزارة الداخلية حملت عنوان انتفاضة الأوادم ضد الزعران. المعتصمون الذين رفعوا اللافتات المنددة بجرائم القتل وبالسلاح المتفلت دعوا الدولة إلى الضرب بيد من حديد لردع كل المجرمين مجددين إيمانهم وتمسكهم بالأجهزة الشرعية كمصدر وحيد للدفاع عنهم. ما رح نسمح بالسلاح الغير شرعي، ورح نضلنا نقول إنه في سلاح غير شرعي أساسي موجود بلبنان هو سلاح حزب الله يلي عم يخلي الكل يتمادى، الكل يتطاول على الدولة. نحن كشباب وكصبايا رح نبقى مؤمنين بفكرة لبنان لو قد ما جرب البعض إنه يتعب أو يزهقنا أو إنه يفرجينا ممارسات نحن ولا ممكن نقبل فيها. لا مش مقبول ومش مسموح بعد اليوم ضلوا الأزعر محمي ورخص السلاح عم تنكب يمين وشمال دون أي ضوابط. سحب رخص السلاح كله. امبارح قال إنه 2016 انسحبوا، 2016 خلصت مدتهم، 2017 شو مصيره؟ وفد من المعتصمين زار وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد لهم أن لا أحد فوق القانون وكل من يخالف سوف يعاقب.